من ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم اجتماع صندوق تحيا مصر لمناقشة خطة الصندوق في دعم المناطق العشوائية والفقيرة وتطويرها، وذلك بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الصندوق. ويبحث رئيس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية المختلفة. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عيسى مرشد محرر شؤون مجلس الوزراء. يا اهلا بك استاذ عيسى. صباح الخير عليك، اهلا بك استاذ عيسى. يعني يا ريت تضعنا في اهم الملفات المطروحه اليوم على اجتماع رئيس الوزراء مع صندوق تحيا مصر. انا عايز اقول لحضرتك ان الاجتماع ده يعتبر اجتماع مهم، خصوصا ان احنا في شهر ديسمبر، وبيتم فيه مراجعة وتقييم الأداء لما تم تنفيذه في الفترة السابقة من مشروعات الخاصة بالمصريين بصندوق تحيا مصر. وأنا أرى أن هذا الاجتماع في مضمونه هو خطوة جديدة عشان بحث الملفات المختلفة اللي بتم والقرارات اللي تم تنفيذها عشان تطوير سير العمل في المشروعات الخاصة بالصندوق، ومنها مشروعات اللي هي كانت توزيع 3000 سيارة تاكسي و1000 عربية نصف نقل و3000 سيارة أخرى عشان عمليات التسويق الخاصة بالشباب والمناطق المختلفة، وآليات توزيع العربات والشروط اللي تم الاتفاق عليها، ومشروع آخر بتاع الغارمين والغارمات والإجراءات اللي تم اتخاذها عشان فك كرب يعني أكثر من 2500 غارم وغارمة، وإعادة تأهيلهم عن طريق المشروعات الصغيرة، وإعادة تطوير عزبة العسال وجرجس والإجراءات اللي تم اتخاذها في هذا الشأن والعقارات. طب أستاذ عيسى، يعني المشاريع يعني التي يمولها صندوق تحيا مصر، هل تركز في أماكن بعينها في محافظة بعينها أم تغطي جميع محافظات الجمهورية؟ هو المفروض أن تغطي جميع محافظات الجمهورية، ولكنها في المرحلة الأولى كانت بتغطي المناطق الأكثر خطورة اللي هي موجودة في محافظة القاهرة، ودي بتعتبر خطوة مهمة زي منطقة الدويقة وبعض المناطق الأكثر خطورة في هذا الشأن. وانت عارف ان الصندوق طبعا بيؤكد ان التعاون ما بين الوزارات هو خطوة مهمة على طريق انجاز الكثير من المشروعات اللي بيحتاجها الناس، وانا بعتقد ان ما تم عرضه من اجراءات ما بين الصندوق الاجتماعي والوزارات المختلفة عشان تحديد المستفيدين وتوافر الشروط والحاجات دي يعتبر خطوة جديدة بالنسبة لهذه العملية. وفي تم اتفاق ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر عشان مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتيسير على الناس الأكثر احتياجا واللي هم في أشد الحاجة لعمليات الدعم والتنمية. شكرا للأستاذ عيسى مرشد محرر شؤون مجلس الوزراء في جريدة الأخبار.